أكد معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن الإرهاب بات يشكل مصدرا خطيرا لهدم الدين والدولة والقيم والإنسان، وأنه أدخل الأمة الإسلامية في حرب بشعة وخطيرة تم صناعتها بكل أدوات المكر والكيد. اختتم المؤتمر 28 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر فعالياته بالتأكيد على دعم مصر في مواجهتها للإرهاب ودعم الدولة الوطنية في ظل التحديات الحالية، وهو ما أكدته الجلسات الأخيرة في المؤتمر التي شاركت فيها مملكة البحرين بورقة مهمة ألقاها معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وأن اجتماعنا في هذا المؤتمر وبمشاركة هذه الوفود الكريمة يكشف بوضوح عن إدراك الجميع لما بات يشكله الإرهاب من مصدر خطير لهدم الدين والدولة والقيم والإنسان، فإن الإرهاب الذي نعيشه هذه الأيام قد أدخل الأمة الإسلامية في حرب بشعة وخطيرة تم صناعتها بكل أدوات المكر والكيد. وأكد معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة أهمية تأصيل الدولة الوطنية لدى الشباب لمواجهة هذه الآفة الخطيرة. علينا أن نعمل جاهدين لنؤصل للدولة الوطنية لدى شبابنا وأن نشحذ الهمم وأن نتواصى فيما بيننا بالحق وبالصبر وأن نعمل بكل ما أوتينا من طاقة وإمكانيات وأن نشجع جميع القطاعات في بلداننا على المشاركة في هذه المهمة الجهادية الكبرى لنكون مستعدين ومستحقين لأن ندحر الإرهاب والتطرف. وكان فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام قد أكد أيضا أهمية الحاجة إلى دعم الدولة الوطنية لمحاربة الإرهاب. نحن جميعا في هذا الميدان ندافع عن الدولة الوطنية التي يجب شرعا في وقتنا المعاصر يجب شرعا الدفاع ضد حدود دولنا وألا نجعل لأيدي العابثين لا ألا نجعل لها مجالا بحال من الأحوال، بل أن نتخذ كل ما يمكن أن ندفع به هذه الاعتداءات الخبيثة التي سرت في جسد هذا الوطن. وقد لقيت ورقة مملكة البحرين التي ألقاها معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في المؤتمر أهمية كبيرة لدى الوفود والمشاركين. مشاركة مملكة البحرين مشاركة فاعلة، دوما عودتنا المملكة على هذه المشاركة، هي شقيقة، هي عون لهذه الوزارة وفي شقيقتها مصر، ولذلك دائما وفد مملكة البحرين يكون وفد له إسراء في كلمته، له تجربة، له رؤية. هكذا أنهى المؤتمر 28 الذي نظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية أعماله بالقاهرة بالتأكيد على دعم الدولة الوطنية وأيضا دعم مصر في مكافحتها للإرهاب بمشاركة فاعلة ومهمة من مملكة البحرين. شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة.